ردد هذه الصورة 3 مرات في يوم الجمعة وسترى معجزات وأشياء لا تصدق في حياتك بعدها مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام. أتمنى دائما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دائما يا رب. فيديو النهاردة إن شاء الله فيديو مهم جدا جدا وعالي جدا في القيمة. وفي الفيديو النهاردة بإذن الله أنا هكلمكم عن فائدة عظيمة جدا جدا. هذه الفائدة بفضل الله لو أنت طبقتها في يوم الجمعة شوف بقى الثمرات اللي هتعود عليك واللي هتعود على حياتك بعد ما هتطبقها. هذه الفائدة بإذن الله تجعل البركة تفيض عليك، يعني بإذن الله هتلاقي الأسبوع مليء بالبركة، وهتلاقي من الجمعة ديت إلى الجمعة القادمة بعد تطبيق هذه الفائدة هتلاقي الأسبوع بتاعك مليء بالبركة والخير. هتلاقي بركة في مالك وفي حياتك وأولادك بفضل الله تعالى. وهذه الفائدة أيضا عظيمة لجلب الرزق، وتجعل الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الرزق وتحقيق الأمنيات وقضاء كل الحوائج، وعلاج لكافة النحوسات من حياتك، وعلاج المشاكل اللي في حياتك بإذن الله تعالى. ستأتيك عطايا وبشارات ما شاء الله. الصورة دي عظيمة جدا، ومن كتر عظمة هذه الصورة قيل أن من قرأ هذه الصورة بعد الفقر عن أهل هذا المنزل والجيران. شوف بقى عظمة هذه الصورة إزاي. غير طبعا فوائد وثمرات كثيرة جدا لهذه الصورة. هنبدأ إن شاء الله يا أحبائي في ذكر التفاصيل وذكر الصورة، بس يا ريت أتمنى لو أنت جديد أتمنى أن تشرفني وتشترك في القناة والضغط على زر الجرس والضغط الآن على زر اللايك حتى ينتشر الفيديو إلى كل الناس، وترك لنا تعليق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ودعوة حلوة لي بالتوفيق بإذن الله ولكم أجر ذلك بإذن الله. ويلا بينا على طول نبدأ في شرح تفاصيل الفائدة بإذن الله تعالى. في البداية يا جماعة الصورة اللي هنستخدمها في الفايدة، الصورة اللي بنتكلم عليها النهاردة هي صورة الإخلاص، هي قل هو الله أحد. يا سلام على أهمية وعظمة هذه الصورة. الصورة ديت لها معجزات وبشارات لمن يداوم عليها ولمن يداوم على قراءتها، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءتها هي والمعوذتين كل ليلة، كان يداوم على قراءة هذه الثلاث سور كل ليلة. وكل القرآن الكريم طبعا له معجزات، بس ربنا خص الصورة ديت بالذات صورة الإخلاص لها منزلة خاصة لأنها صورة التوحيد. نزلت صورة الإخلاص بمكة المكرمة وعلى الصحيح، وهي 4 آيات. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم. وقد ثبت في فضائل سورة الإخلاص أحاديث كثيرة تدل على عظم الصورة وأهميتها وتركيزها على ترسيخ أصول العقيدة ومبادئ الإيمان، حتى أطلق عليها سورة التوحيد في بعض المصاحف وفي الإتقان تسمى سورة الأساس لإشتمالها على توحيد الله، وهو أساس الإسلام الذي هو أحد الأركان الثلاثة التي بني عليها الإسلام. كما أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ورد عدد من الأحاديث في فضائل سورة الإخلاص بين ما هو صحيح وضعيف، ونقتصر هنا على الأحاديث الصحيحة الخاصة في هذه السورة، ومنها أن سورة الإخلاص صفة الرحمن. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حب سورة الإخلاص يوجب محبة الله للحديث المذكور، ومنه قول ابن مسعود من كان يحب القرآن فهو يحب الله. إن حب هذه السورة يوجب دخول الجنة ذكره البخاري في صحيحه تعليقا. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس
قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما أفسح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة، مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. وذكر الحديث وفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا خبرا جاءه من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. إن قراءة الإخلاص تكفي من شر وتمنعه، كما في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قرأها مع المعوذتين ومسح ما استطاع من جسده. إنه أفضل سور القرآن الكريم. ففي حديث عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك خير ثلاثة سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قلت: بلى. قال: فأقرئني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال لي: يا عقبة، لا تنسهن ولا تبيت ليلة حتى تقرأهن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدعاء بها مستجاب. ففي عبد الله بن بريدة أن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك بإني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: والذي نفسي بيده، لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت بعض الأحاديث التي تدل على عظم هذه السورة الكريمة. ونأتي إلى الفائدة، وسأشرح لكم تفاصيل هذه الفائدة بأمر الله. أولا، تكون طاهر الثياب والبدن في أي وقت في يوم الجمعة. تكون طاهر الثياب والبدن وتتوضأ وتحسن الوضوء، ثم تصلي ركعتين لله بنية قضاء الحاجة. وأولا، تتجه نحو القبلة وتقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات. تقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات جهرا بصوت مسموع. ثانيا، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية 71 مرة. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية 71 مرة، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية 71 مرة، تردد هذا الدعاء 7 مرات: اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالم كل خفية، يا صارف كل بلية، أغثني أغثني. أدعوك يا رب دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر. اللهم ارحمني وأغثني والطف بي، اللهم بك ملاذي، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. رباه رباه، أحاطت بالذنوب والمعاصي، أحاطت بالذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك فأمدني بهما. هذا هو الدعاء. إذا طبقت هذه الفائدة بهذه الطريقة
كما وضحتها لك، بإذن الله سيرزقك الله من حيث لا تحتسب، وينزل عليك الخير والبركات والبشارات بإذن الله تعالى. وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل من رأى هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في خير.